الرحيم. طلبة الطلبات الثانوية العامة في مادة الكيمياء. النهاردة هنتكلم عن ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. انتهينا النهارده من هذا الشرح، وتابعني باستمرار على قناه البص 2020 مع خالص تحيات استاذ اشرف العيد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعض النماذج التجريبية على الكيمياء العضوية، وبعض برضو الأسئلة على الكيمياء غير العضوية، نماذج تجريبية إلكترونية عشان تحاول تتدرب وتجتاز الامتحانات الإلكترونية التجريبية اللي عملها الوزارة الفترة اللي جاية، وفي نفس الوقت بتراجع على المقرر. هوريك طريقة الحل للنموذج الإلكتروني وإزاي تكتب الإيميل بتاعك لو جالك امتحان إلكتروني وتتابع الحل. ولما تغلط ايه اللي بيحصل؟ هيوريك ان النموذج ممكن ايه يقول لك في النهايه الاجابه الصح هي ايه، عشان برضه تتعلم من اخطائك. فانت تابع معايا طريقه الحل تدريجيا، وفي نماذج محلوله هتشوفها برضه. ده كله هيديك خبره عشان لما تواجه الامتحان النهائي للثانويه العامه تبقى انت ايه مريت بتجارب كتير في حل الاسئله المتنوعه سواء في الكيمياء العضويه او الغير عضويه. وتابعني باستمرار وانا همدك بامتحانات، وكل ما تحل امتحانات الكترونيه اكتر هتلاقي العمليه بقت سهله جدا. وشكرا استاذ اشرف العيدي. دلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع.
دلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. وفي وقت لاحق هنعمل بس مباشر عشان نحاول ايه نوريك الحلول التفصيليه لهذا النموذج. شوف معانا الاسئله واعرف نظام الاسئله جاي ازاي. وطبعا ايه مش اسئله فيها غموض كتير ولا اي حاجه، كلها اسئله تقدر بسيط وتقدر تعمل بس. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا الحمد لله رب مسهل الظهور ولا تطبع على شيء الا برحمتك. واعكف ثانيه تملك سوى الدعاء لامام ربه الغفور. اللهم نسالك رحمه باطفالنا وشيوخنا وبلادنا. بأن ترفع عنا بلاء هذا كله تكرارا، بلاء عجز عنه اهل الارض ولم يقوى عليه سوى رب السماء. اللهم انا لنسالك برحمتك، ونسالك برحمتك، ونسالك بحزن ذات الاحرار الا اشتاق للقرب من العابدين. اللهم ان هذا ليس الا ذنب من جنودك، بامرك نزل وبامرك يزول.
ثلاثة شخصية مذكاة اعتبار عن نظام الحبس. طبعا في جزئية جميلة نظام الحبس المزاكة النهائية والمعدات الجنائية مذكاة الوقت النهائي. ولكن الطالب لازم يعرف يربي مذكرات، لازم يوضح حل الأسئلة اللي الأسئلة ممكن تكون غير مباشرة. فأنت حاول تبص معايا شوف اطلع على أسئلة بنك المعرفة الموجودة عندك في الكتاب. طبعا حسب كلام الوزير مش هيغلب عنها الامتحان. بتمنى ان انتوا ربنا يوفقكم السنة دي تكون تجربة ناجحة بحيث ان احنا نعدي وزارة الثانوية العامة وبر الأمان وعلى الطريق الصحيح. وكل في مصلحة مصر في الأجيال القادمة. وشكرا لمتابعة معايا الفيديو لحد النهاية. في الآخر نسيب لك بعض الرموز والبعثة الزراعية اللي عاصمة كل الدولة من الأزواج وكيفية التدريب الجماعي للطلبة اللي عندهم مشاكل في الكلام ده. إلى جانب كابتن الوزير الدراسة الصحيحة لازم نهتم بجزء الكابتن كابتن اسمه مصور والبعثة الزراعية لازم تتابع كابتن ولازم تتابع معاه الشغل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. مستشفى الحياة دي كابتن معاك الجميع دورة جدا. وأي أسئلة محتاجة سيبها مثلا في التعليقات وأسيب لك أنا لينكات عشان تدخل تحل بعض الامتحانات المهمة في هذا المجال. هتشوف فيها ليه الوزاره رفضت انها تحط اسئله مقاليه لتفاوت طبعا الاسئله واجابتها من طالب اخر. بسبب الظروف اللي بتمر بيها البلد حسب كلام الوزير ولسه برضه نتاكد ونشوف المنهج هيتوقف لحد فين. انا هحل الامتحان وحاول تتابعني كويس. شكرا استاذ حبيبي. وشوف نموذج برضو تلاقي ليه زيادة على كل نموذج اللي هو الجو صح مع ذلك هو حسب خطأ عشان يكون بسيط مثل الحرف ممكن بمسافة تخيل بين كلمة ممكن تحط كاملة. بص معايا وشوف في نموذج برضو تلاقيه ازاي تتدرب على اسئلة بنك المعرفة ان شاء الله يشكر عن امتحان حسب كلام الوزير. وشوف نموذج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي طلاب الدرجة الثانوية العامة اهلا بكم. اليوم في الفيديو
ودلوقتي بقى فاصل ونواصل، ركز معايا وتابع. وفي الفيديو القادم سوف نتحدث عن الفينونات. تابع معايا الفيديو، وفي في صندوق الوصف هنسيب لك ايه امتحان مراجعه. ولو عندك اي اسئله ابعت لي في التعليقات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ اشرف.